خطر ببالي قبل أيام قول مأثور كان يقال لنا، وأنا بأذكر وإحنا في الابتدائي والإعدادي، قول ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه عند المحدثين ضعيف، اللي هو رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، على اعتبار أن الجهاد الأصغر هو جهاد المعركة القتال الوغى، والجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس في كل ما يضعف من عزمها. لكن الحقيقة المعنى جميل جدا، لأن الجهاد الأكبر ليس فقط يعني هو مجاهدة النفس في كل شيء، في إدارة شؤون الحياة، في الاستقامة، في إقامة العدل. فتذكرت إخواننا في أفغانستان الذين انتصروا على الأمريكان وأخرجوهم ومرغوا أنوفهم في التراب، والفضل لله في ذلك. الآن أمامهم مهمة في غاية الجسامة، وهو كيف يديرون شؤون هذا البلد الذي مرت عليه أعوام في غاية الصعوبة منذ الغزو السوفيتي وربما ما قبل ذلك إلى يومنا هذا، يحتاج إلى إعادة بناء وإعادة تنظيم وتأليف القلوب إلى آخره. فخطر ببالي أن جهادهم الأكبر فعلا يبدأ الآن. الآن بدأ نعم. أنا أظن أنه فعلا الجهاد الأكبر، لأنه أنت ستتولى مسؤولية الأمة، مش موضوع أنه فقط جهادك مع نفسك. أنت الآن ملزم بعد أن استلمت الحكم أن توفر للناس الأمان والحياة والاستقرار، وتقوم بالتعليم وكل متطلبات التقدم المجتمع. وبالتالي فعلا العبء هو أكبر من عبء القتال. عبء القتال عندك سلاح تستعمله، يا أما تقتل يا أما تقتل وينتهي الموضوع، تمام، فيها صعوبة وفيها حياة، لكن إدارة شؤون الأمة والناس والبشر كثير أصعب. يعني إحنا نلاحظها حتى كأفراد، يعني كأبهات، يعني عندك طفلين بالبيت تشعر أنه عبء كبير أنه توفق بينهم. الآن أنت عندك شعب، وشعب تأذى. لكن أنا قبل فترة قريبة كنت أتحدث مع واحد من الغربيين، واحد من الإنجليز، فدا أقول له أن لماذا يشار إلى ما حصل في أفغانستان إلى طالبان؟ هذه حركة سياسية. طالبان عبارة عن حركة نضالية مقاومة للاحتلال والاستعمار، حاربت الإنجليز، حاربت الأمريكان، حاربت السوفيت، وبالتالي هم أهل بلد، لم يأتوا من الخارج. وبالتالي أي أفغاني سواء كان هو من الطلبان ولا من غير الطلبان، هو بالنسبة له من بلد وله حق في البلد أكثر من أي واحد آخر، سواء كان الأمم المتحدة أو بريطانيا. طبعا استنكر هذا الكلام، قل لي كيف هذا؟ قلت له شوف، اللي يحصل عندكم في الغرب هو عدم التفرقة بين إرادتكم أنتم. يعني أنتم بالنسبة لك جاي أهم شيء بالنسبة لك تتحدث أنه المرأة الأفغانية يجب أن يسمح لها أن تذهب تعمل صف في شعارها، يعني تأكيد هذا شيء مهم. لكن أصلا المرأة الأفغانية هذه ليست إحدى متطلباتها، لا ليست يعني أولوية. الحكم في أفغانستان بغض النظر عن العهود، تعامل مع الأفغان كشعب وفق التقاليد مالته. الغريب أستاذ صباح أن هذه النظرة هذه الطريقة في النظر ليست مقتصرة على نخبة بعينها في الغرب، لا. تجدها عند الإعلاميين وعند الأكاديميين وعند السياسيين. هذه الإمبريالية الثقافية، هو يشعر بأنه أفهم من أهل البلاد فيما ينبغي أن يكون عليه حالهم. هو الشعور بالتفوق لا يزال موجودا، التفوق الغربي، تفوق الأبيض، إنما بتم التعبير عنه بطرق مختلفة بين الليبراليين وبين اليمين. اليمين المحافظ أو اليمين الفار رايت، اليمين المتطرف، يعلنها بشكل واضح إنه أن الأبيض متفوق، وأنه متقدم حضاريا، وأنه أفضل أخلاقيا. الليبرالي أيضا يعبر عنها، ولكن ليس بهذه الطريقة الفجة. يعبر عنها من خلال محاولته أن يفرض ما يؤمن به من قيم على الشعوب الأخرى. الآن أنا لا أنكر أن هناك قيم عالمية، ما يسمى بالقيم العالمية، يوجد قيم عالمية بدون شك، ولكن ليس كل القيم الغربية هي قيم عالمية.
بمعنى يعني الناس كلها تؤمن بمفهوم الحريات، وإن كان في اختلاف على درجات هذه الحرية وطريقة التعبير عنها. الناس تؤمن بحقوق الإنسان، الناس تؤمن بالعدالة وغيرها من القيم العالمية. لكن المشكلة الغربي سواء من كان يمينيا أو ليبراليا أنه يريد أن يفرض كل قيمه، يعني بمعنى أنت في باكج كامل. والله لا، حتى مش كل قيمه يا فراس، يعني هم الآن ينتقون اللي في عملية انتقائية. يعني هو الآن كل همه المرأة الأفغانية. طيب أين سيادة القانون؟ أين نظافة اليد؟ أين المساواة أمام القانون؟ أين الشفافية؟ يعني هاي قضايا ولا بتخطر في باله إنه يطالب فيها. مسألة ثانية إن وهي ظهرت مثلا في حتى في بداية التحول في السعودية، لما صار في بعض الاتجاهات بين قوسين الليبرالية، يعني السماح للمرأة بالسواقة والسماح بالسينما وغيرها من التغييرات. كان هناك احتفاء كبير في الغرب سواء من الليبراليين صحيح. أو من اليمين. إذا طلعت بالتأكيد كلياتنا شفنا ما كتب في الصحافة الغربية، 90% من مما كتب في وكتب عشرات بل مئات التقارير كلها تشيد بما يحدث، مع استدراك بسيط هيك في فقرة إنه والله في شوية مشكلة في حقوق الإنسان. هذا بيعطينا دلالة إنه الغرب لديه يعتقد بأن مشكلة العالم الآخر وخصوصا الشرق الأوسط وخصوصا العالم المسلم هو مشكلة ليبرالية وليست مشكلة وليست مشكلة ديمقراطية. وهنا الخلل. نحن شخصيا أنا أؤمن بأنه المشكلة الحقيقية عندنا هي مشكلة حقنا في الاختيار. أعطينا حقنا في الاختيار سواء سميتها ديمقراطية أو غيرها، وعندها الإنسان العربي أو الإنسان المسلم أو الشرق أوسطي ليختار ما يؤمن به وما يريده. هذه تفترض أنه أنت ما عندك عداء للمقابل. الغرب لديه عداء للإسلام بغض النظر عن التعابير والطريقة والأسلوب. في موقف يعني في موقف يعني من الإسلام. إيه وهذا إشكال. يعني كنا نتذكر الانتخابات اللي جرت في غزة. في وقتها أشرفت عليها أمريكا والأمم المتحدة والدنيا. باليوم اللي طلعت النتائج أن الحركة الإسلامية هي اللي فازت، أوروبا وأمريكا قالت لسنا مستعدين للتعامل مع حماس. يمكن إحنا أخذنا المفروض أنه حياكم الله. شكرا. أنا كما تفضل أستاذ تميم عزام التميمي الحديث، جينا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر، وشكرا له أنه قال حديث ضعيف وأنا أعتبره ضعيف ولا أوافق على معناه، لأن الذي لا يغلب على نفسه لم مستحيل أن يستعد ليدهي بدمه. أنا أولا لابد أن أكون غالب على نفسي ثم أخذ سلاح وأجاهد وأحارب، لأنني غالب على نفسي. ولو كنت مغلوب على نفسي فإذا أنا أبقى في البيت ولا أجاهد. هذا يعني أنت ترى أن الجهاد الأكبر مورس أصلاً قبل الذهاب إلى المعركة. جهاد الأكبر مورس قبل الذهاب إلى الجهاد. نعم. والثاني الشيء الذي يؤسفني، الآن أفغانستان في مرحلة تعاني من جميع المشاكل، مشاكل اقتصادي. حتى أنتم تعرفون دولة قوية عريقة له آلاف سنة من الوجود، ولكن الآن مطار مو شغال، ما عندها مياه صحي. بس المطار خربوه الأمريكان، الله يخرب بيتهم. خربوها. يعني كان بإمكانهم أن يخرجوا دون أن يخربوه. ولكن الآن هم يركزون على حقوق المرأة. فقط حقوق المرأة، نريد من طالبان حقوق المرأة لا شيء. أي مرأة، خلي الآن أنا أشرح لك، يا ليتهم يطالبون بحقوق النساء اللواتي تعيشون في جبال نورستان. ولا أنا شفت بأم عيني قبل صلاة الفجر تطلعون الجبل ويعملون الحطب ويأتون يعملون شاي لأزواجهم. إذا تريد حق هذا ممكن. إذا تريد حق المرأة التي تموت حين الولادة وليس له مستشفى، من منا ينكر؟ هم حقوق المرأة عندهم
يعني لابد أن يكون النساء سافرات، النساء سافرات غير محجبات. وإلا طالبان أيضا أعلنوا إننا نحترم المرأة، تعالوا إلى وظائف، تعال إلى المدارس إلى الجامعات، ولكن تكون محجبة. هذا الشريعة الإسلامية يريده، نريد منك الحجاب حتى لا تكون مشكلة في البلد. أما يكفي هذا؟ فهم ويريدون مغنيات قاسيات الرأس ويأتون برقص غربي وشرقي يقول هذا حقوق المرأة. ونحن نقول يا 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 غرب يا جماعة، هناك آلاف بل ملايين من النساء محرومات من حقوقهن الأساسي حتى من أكل والشرب. إذا تريدون هذا الحقوق ما أحد يخالفكم، أما إذا تريدون عندكم حق المرأة هو في تبرج وفي إخلاء الملابس وفي الرقص وفي الغناء، هذا صعب للمجتمع. تعرف أكثر شيء استغربت له أن برامج التلفزيون الإخبارية في التلفزيون البريطاني، يعني أنا منذ أن رجعت من 10 أيام بحاول أشوف كيف التغطية البريطانية، بيجيبوا بعض النساء الأفغانيات اللي كنا مثلاً مشاركات في الحكومة السابقة أو أعضاء في البرلمان أو كان لهم دور في الحيز العام. طيب ماذا يمكن أن تطلب هؤلاء؟ يقولون لهم ماذا يمكن أن نقدم لكم؟ طب ما أنتم احتلتوا البلد 20 سنة، ماذا قدمتم للشعب وانهزمتم وانسحبتم؟ الآن جايبينهم على التلفزيون يشكون بمرارة أن المجد الذي كانوا فيه يبدو أنه ضاع أو تلاشى. إيش عاوزين، غزو من أول جديد؟ وهذا هذا هو الإشكال اللي مطروح في الحقيقة في الغرب. قبل قرنين تقريبا من زمان لما احتلت الجزائر كانت الفكرة على أساس أننا هؤلاء برابرة، هؤلاء جهلة أميون، فنحن نذهب بالمهمة الحضارية. ولما ذهب الفرنسيون على أساس أن المهمة الحضارية للجزائر، كتب كاتب بريطاني كان زار الجزائر قبلها بسنتين أو ثلاثة، قال ما دخلت قرية إلا وجدت فيها مدرستين، مدرسة للإناث ومدرسة للذكور. وأن الجزائريين، لأنه كتب فيما بعد على الاحتلال، قال الجزائريين كانوا أكثر تعلما وأقل جهلا وأمية من الفرنسيين، النسبة كانت أعلى لدى الجزائريين من الفرنسيين. وفي الحقيقة دائما الاستعمار يبحث عن عناوين جذابة، أولا تفيد في الداخل أو تفيد في الإقليم، خاصة الآن مع مفهوم الغرب هذا. فهي هذه القضايا مثيرة وحساسة، قضية المرأة، قضية الحريات، قضية هي مهمة وهذه لا شك فيها، أن الناس عندها حقوق، المرأة حقوق، للرجل حقوق، هذا 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 لا 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 نقاش فيه. لكن التركيز في الحقيقة هو مش على المرأة، التركيز هو على بيع الوهم لمن يأخذ هذه الأوهام، وعلى تسهيل عملية حتى مع هذه الهزيمة المنكرة وهذه الهزيمة الكبرى. وبعد 20 سنة، يعني بايدن كان متألما جدا، أنا كنت نشوف في ملامح وجهه ويتحدث يومها على الانسحاب الأخير وعلى في الخطاب اللي هجم فيه بقوة قبل أسبوع، كان يقول هذه أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. ماذا تريدوننا؟ هل تريدوا أن نبعث بأبنائنا وبتريليونات أخرى؟ كان يتحدث على أنهم صرفوا 300 مليون دولار في اليوم الواحد، تحدث على مبلغ أظن المجمل 2.3 تريليون يعني ما أنفقوه 2300 مليار دولار. أيه. هذا مبلغ خيالي. كان يتحدث على كل هذا، ثم كان يتحدث، أنا سمعت لقائد الأركان الأمريكي قال ماذا تريدون أن نفعل، عندما كان بعض الصحفيين يضغطون عليهم ماذا تريدون أن نفعل، هؤلاء 300,000 عسكري أفغاني لم يقاتلوا، لم يريدوا قتال الطالبان إلا قليلا، وإذا كان الشعب الأفغاني لا يريد قتال الطالبان فنحن لن نهزمهم أبدا. هذه كانت مهم جدا، تصريحات بعض كبار المسؤولين خاصة الأمريكيين في الموضوع، لأنه يعطينا الصورة اللي يراد الإعلام وبعض اللوبيات وبعض اختزالها في قضية أن مرأة هناك أو شخص هناك أو طائرة هناك أو انفجار هنا أو هناك. تعرف المشكلة فين؟ المشكلة عبر عنها أستاذ فيلسوف هندي نشر ترجمة مقاله في عربي 21، هو المقال الأصلي الإنجليزي نشر في بلومبرغ، وأنا بقرأ في المقال
خيل لي المثل الشعبي اللي موجود عندنا، بقول لك اللي بيجرب المجرب عقله مخرب. بقول أنه مشكلة الغرب ليست في البشتون، مشكلة الغرب في المهاويس، في المهووسين اللي موجودين في واشنطن، الذين لا يتعلمون من التاريخ، والذين لم يدركوا حتى الآن أن الشعوب لا تقبل الأجنبي، لا تقبل الاحتلال، لا تقبل القهر، وأنها مهما حصل ستناضل من أجل أن تتحرر. بعيدوا نفس الكرة، يعني هم يشوف كم أفغانستان كم احتلت، ثلاثة مرات الإنجليز ثم الروس ثم الأمريكان، ما بتعلموش. والإنجليز وحدهم أخذوا ثلاث حروب كبرى، يعني الحروب الكبرى يعني الثلاثة. بالنسبة الحقوق، شوف أخي، بمجرد ما وصل الطالبان في عاصمة كابل، عن أي حقوق هؤلاء يتكلمون؟ جمدوا من أموال الأفغان 19.7 مليار دولار، جميل بنوك الآن مغلق، هذا حقوق؟ خلي فلوسنا يأتي ويأخذ شاب فلوسه، ابتزاز. وأنت تتكلم فقط عن حقوق المرأة، وآلاف مؤلفة وراء بنوك واقفين في الطابور كبير. وبعدين طالبان قرروا أن نعطيهم أسبوعيا 200 دولار فقط. هناك تاجر، هناك مريض، هناك واحد يسافر، هناك واحد يعالج، أي عن أي حقوقك. في انفجار اللي حدث في مطار كابل أخيرا وقتل فيه 13 أمريكي، قتل 170 لا 96 شخص مقتول، جريح أكثر من 200 واحد عسكريين. أنا سمعت أن الرقم الذين قتلوا وصل 170. لا، 196 الذين قتلوا الذين قتلوا أكثر من 200 جريحوا. واحد عسكريين بدأ يصرخ، قال أنا عسكري عارف، رحته شفته قتل في الانفجار 18 شخص، ما تبقى كلهم قتلوا برصاص الأمريكي. صحيح. لأن طلع انفجار وصديقه قتل، بعدين يرش على الشعب الأفغاني. وبعدين شو صار يا أخي؟ والله أنا كدت أن أبكي، ما بكيت طول عمري، ولكن هذا المرة كدت أن أبكي. بعدين قال بايدن نحن لابد أن ننتقم، أرسل طائرة مسيرة وقصف بيتا قتل فيه 10 نفر من عائلة واحدة. شو رأيك؟ واحد 7 منهم أطفال، 7 منهم الأم من 3 يقول 3 من أطفالي راهوا، ولكن كل واحد كان رديع. الآن كل ليلة أقوم هنا هذا طفل حتى تعطيه الحليب، واحد كان رديع. هل هذا داعش وهذا القاعدة؟ يا أخي أنا أقول لك ملخص ما عندي، الختم أو وثيقة عندهم من واحد يجعل كما أرادوا أسامة بن لادن، من واحد يجعل خليل زار هم. وبعدين بكل أسف نحن كمسلمين إذا حدث حادث في أي نقطة من الدنيا، حتى دول في العراق، في أفغانستان، في فلسطين، من ألفنا إلى ياينا، من القاعدة إلى القمع حتى إلى الحكام، نستمع ماذا يقول الأمريكان. هذه اللغز لو لم تفك نحن عبيد طول عمرنا، ولو نفكر أننا أحرار. ليش ما يستغي ناس إلينا ماذا يقول المسلمين؟ يا أخي ما لم يبدي أمريكا رأيه، ما أحد من الحكام يجرى ليبدي رأيه. ماذا يقول أمريكا؟ لا، الحكام قضية أخرى، هذه يعني مشكلة. هي المشكلة اللي تفضلت فيها مزدوجة أيضا، وربما أربط الكلام باللي تحدث فيه الأستاذ العربي، اللي هي الوصاية. هم يريدون الوصاية علينا ويمارسونها، ونحن نقبل بكل أسف يعني، أو على الأقل نخضع. الوصاية اللي ذكرني فيها اللي هو 2.3 تريليون اللي ذكرتهم، استخدموا هذه الأموال ليمارسوا الوصاية على أفغانستان. بمعنى أي معنى وصاية؟ أنهم يحكموها كما يريدون، يحكمها من يريدون، وبالقانون الذي يريدون. النتيجة كانت صفر. بالمقابل الآن مثل ما تفضلت بيحجزوا الأموال الموجودة في البنوك. لو صرف يعني عشر هذا المبلغ الذي صرف على الحرب لتنمية أفغانستان، لا الشعب الأفغاني كان يعني لحاله تحول إلى
شعب يمارس الانتخابات ويعني يعيش التنمية والنساء ستدرس، لأنه التنمية هي التي تؤدي إلى التقدم وليس الفرض. مشكلة الوصاية تجعلهم يعتقدون بأنهم بأموالهم وأسلحتهم يستطيعون أن يفرضوا القيم التي يريدونها وبالطريقة التي يريدونها. هذا من جهة. من جهة أخرى، التريليونات التي دفعت عمليا من الذي استفاد منها؟ صح. هي شركات أمنية، شركات الأسلحة طبعا، المقاولين الأمنيين اللي كلها شركات فساد. لأنه لما نحكي عن هذه التريليونات كما أيضا كما حدث في العراق، أظن 8 تريليون كان في العراق، 8 تريليون. مين يعني مين اللي أخذها؟ اللي أخذها شركات التابعة لهذا الفاسد أو ذاك، والمقاولين الأمنيين المرتزقة. بينما العراق بعد 17 سنة من أو 18 سنة من الاحتلال لا يوجد فيها كهرباء تستورد من إيران، لا يوجد فيها مياه نظيفة، لا يوجد فيها نسبة تعليم توازي ما كانت عليه قبل الاحتلال. وأنا أعتقد بأنه الأيام ستكشف أن هذا ما حدث في أفغانستان. نحن طبعا جميعا نتمنى أنه التنمية تحصل في أفغانستان، وأنه حتى طالبان تتطور رؤيتها للحكم وطريقة إدارتها. الحكومة الجديدة إيش لح تعمل؟ وهذا هنا أعتقد هل فكرة الجهاد الأكبر من هنا. هل سيتركوها أنا تعمل اليوم مثلا؟ اليوم لا لا. اليوم مثلا في فشل المفاوضات مع أحمد شام سعود مثلا، في يعني راح يصير في لعب، راح يصير في لعب بالملفات الأمنية. أكيد. الأمنية معنى فشل المفاوضات أن هناك أطراف معينة دعمت هذا الطرف أو ذاك، وخصوصا الطرف أحمد شام سعود يعني لكي طبعًا تفشل المفاوضات طبعًا. فشلت المفاوضات ما في حرب أهلية، لكن الموضوع يبقى. أنا أعتقد أن جزء كبير منه هو بيد البلد نفسه. يعني إذا كانت الحكومة التي ستشكل تنظر إلى المصلحة الوطنية بدون أن تنظر لا إلى الجانب السياسي الخاص بها أو إلى من يكرهون ومن يحبون، إذا أرادوا أن يعملون بإخلاص بالتأكيد هناك ستستمر المؤامرات ضد أفغانستان من كل الجهات. لديها كثير من الجهات أما تريد أن تستفيد وأما لديها حقد معها. يا أستاذ، أنا بخصوص الجزء أول من كلامكم أنا أوافقكم الرأي. أنا في حينما كنا نسوق دستور البلد في لويا جرجا، كنت عضوا في لويا جرجا هذه، وكان أعضاء ناتو كلهم موجودين. أنا قمت وقلت لهم أنتم تقولون إن أموالنا تسرق في أفغانستان، نحن نوافقكم، ولكن أنا عندي اقتراح، لن أنسى هذا، عندي اقتراح. نحن 34 ولاية، حسب إحصائيات دقيقة اللي نحن عملناه في مجلس الوزراء، تعمير بنية تحتية الأفغانية تحتاج إلى 25 مليار أفغاني يوز دولار. فمن باب إننا نتمن على أنفسنا، أنتم 48 دولة، كل دولة يأخذ مدينة ويعمره ويعمر لنا، نحن ما نتدخل، ما نحتاج إلى هذه المصاريف. شوف بلاك واتر جاء هناك، كم كان راتب لعسكر واحد بلاك واتر؟ 25 إلى 28 ألف دولار، هذا على حساب الأفغان، كل على حساب الأفغان. وبالتالي كما تفضل أستاذ، نحن وأستاذ عزام تميمي ثلاثة أمبراطوريات انغرق في أفغانستان في 1919 19 أغسطس انهزم بريطانيا، جينا بحكومة، ولكن أيادي غير مرئية دخلوا في أفغانستان وأسقطوا بالنظام. في حرب في عام 1989 15 فبراير السوفيت انهزم راح، ولكن أيادي غير المرئية ضرب أفغانستان. والآن في 31 من أغسطس 2021 انهزم أمبراطورية أمريكا وأيادي غير مرئية الآن. حقوق المرأة، حقوق المرأة، حقوق المرأة، وبعدين جيوب هناك يساعدون لا نعترف بكم. شوف أخي، ليش ما يعتبرون من عدم اعتراف الطالبان هنا ما كانوا في عام 1996 لم يعترفوا بهم، فالشعب يعني رجعوا إلى العنف.
ما في أكل، ما في شرب، ما في اعتراف، ما في دولة، فكلهم بدأ عندهم عقد، وانفجر هذا العقد وراها ودمر أمريكا. الآن أنا أنصح أمريكا والدول الغربية والدول الإسلامية أن يعترف بهذه الحكومة. يا أخي نحن جربنا حكم الملكي، نحن جربنا حكم الشيوعي، نحن جربنا الديمقراطية الموجودة اللي جاء بها أمريكا، خلينا نجرب هؤلاء المسلمين، اعترفوا به ونعطيهم وقت، ماذا يفعلون؟